أحييكم أصدقائي المشاهدين بإطلال جديد إلى برنامج مشاكل وحلول لليوم. موضوعنا اليوم راح يكون بالقسم الأول منه محوره الجامعة اللبنانية. طبعا كثير من المرات كنا عم نحكي نحن عن هذا الصرح الجامعي اللي من خلاله كلنا كنا عم نسعى لحتى نكون حصن له في إطار كل الإجراءات اللي كانت متخذة لعرقلة مسيرته بمسار تثقيف وتعليم الطلاب الجامعيين. نحكي كثير عن الجامعة اللبنانية، ولكن بمراحل أصدقائي كنا عم نقول عن كثير مواضيع استدعت أكثر من لقاء لمحطات توضيحية. ولكن مهم جدا بس نقول مشاكل وحلول، نقول أحيانا أنه الرجل المسؤول بالموقع والمناسب المسؤول بيسعى دائما لحتى يكون هو مبتكر إنجاز التعبير الحلول لمشاكل قد تعترض مسيرته من خلال مهمة مكلف فيها. ضيفنا اليوم عميد معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية دكتور يوسف كثروني. من خلال القراءة والمتابعة وخاصة يلي بيدخل على الانترنت بيلاحظ قديش هذا الاسم غني، من كثر ما ارتأيت كثير من المواضيع يلي ممكن انه نقدر نحكيها معه. ولكن بإطار الحلقة المخصصة لليوم عملنا زيارة نحن لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول بالجامعة اللبنانية لاستقصاء الوضع، لأنه بهمني كثير بهذا الوضع نحكي عن الجامعة اللبنانية، ولكن من خلال العميد الموجود معنا مباشرة. عميد أهلا وسهلا فيك. مهم كثير نقول اليوم نحن وقت اللي بدنا نعمل زيارة لمعهد العلوم الاجتماعية عملنا نحن زيارة للفرع الأول، ولكن بنلاحظ أنه بكل لبنان يعني قد تكون إذا في معاناة أو مشاكل عم بتكون وحدة أو نوعا ما مرتبطة فيما بعضها. قديش مهم اليوم حضرتك أنت استلمت العمادة، قديش صار لك مش فترة طويلة يمكن، ولليوم عم تشتغل بجهد وبنشاط وبكل المعطيات يلي مريحة الكادر التعليمي حواليك والطلاب، وهيدا يلي نحن شفناه. ولكن قديش مهم نقول أنت كيف ممكن توصف وضع المعهد بهذه المرحلة اليوم؟ إذا بدي أخذ وضع المباني للمعهد فهي بحالة غير مرضي. نعم. يعني أوكي. هيك نكون كتير منصف يعني ماشي الحال. معروف أنك نكتفي نقول غير مرضي. صريح بدبلوماسية. هي غير مرضية. غير مرضية. مش فقط بالعلوم الاجتماعية. نعم. كل مباني الجامعة في مشاكل كتير. إذا بنحكي بالجامعة بدنا نحكي ببناء لائق ويفي بالغرض. نعم. للطلاب يعني. وأهم شيء أنه الدولة بتستأجر، يعني هي المشكلة الكبرى برأيي أنا. إذا بدي أبحث بمشكلة الإيجارات للدولة مستأجرتها بالجامعة وبرات الجامعة بشوف قديش في عملية هدر كبيرة كتير كان ممكن الدولة توفر أموال طائلة لو تبني. هل أنتم بالأجار؟ كله بالأجار، كل فروع العلوم الاجتماعية مش بس العلوم الاجتماعية. ما لكم مطرح بالحدث؟ الحدث الوحيد اللي الدولة عمرته هذا وأخذ وقت كتير. إنجاز. في إنجاز كنا متأملين ينعمل بالشمال كمان مباني موحدة. بتذكر أنا وقت اللي كنت مدير وقتها وطلع فخامة الرئيس الأسبق لعماد لحود دشن حجر الأساس من أكثر من 20 سنة. ولهلأ سلام ينجز، يعني بتحس أنت أنه ما في نية بأن يكون في مباني للدولة. نعم. مش تكون مباني مستأجرة وتكون مباني تقوم بالوظيفة، يعني تلبي حاجات الطلاب وحاجات الأساتذة وحاجات التعليم وحاجات البحث. طب يعني حضرتك انت ارتقيت انه مبدأ حكيت عن المبنى، حكيت عن الأوضاع بكل صراحة. خلينا انا وياك نشوف سوا ريبورتاج تنحور يعني هدف زيارتنا للمعهد، وبعدها بنرجع بنتابع، لانه بدي اسالك يعني باطار المناهج التعليميه اليوم اللي مشهود لك بتاريخ الجامعه اللبنانيه. بنشوف ريبورتاج وبنرجع نتابع. فعلا مبنى سكني الطالب لياخد رياحته، انه اول شغله نحن لنطلع كسنه ثالثه نطلع على الطابق السادس. الغرف مقسمه بطريقه قاعه اكبر من القاعات الباقيه، القاعات الثانيه الاصغر قد انه الاستاذ بس بده يقسم التلاميذ بعدد معين، ما بيعود يساعوا بباقي الغرف اللي هي على الطابق السادس المفروضه لهم على الارجح يعني، فبيطلع القاعات ضيقه عليهم. ثاني شغله المكتبه، مكتبه
الطباعة اللي هون موجودة أو بتبيع الكتب أو الأبحاث للأساتذة كمان منا مؤهلة 100% لأنها تكون يعني أبحاثها منا عطول مؤهلة أنها تكون بين الإيدين، كبر المكتبة، ضغط بس يصير عليها قبل الامتحانات كمان هذا الشيء منه مؤهل. إنه غير الجامعة اللبنانية الحدث بال فوق، أنا كنت لأنه فوق بالحدث الجامعة اللبنانية، أنا إنه بناي بس ما عاد لأنه بس للجامعة الكافيتيريا ما مرتبة، ما في أسانسير ولا جامعة بتخلى من التزبيطات، كل جامعة بيضل بدها يعني كل جامعة بيضل ناقصها أشياء. بس أنا مثل الكافيه إنه ما بعرف، أنا برأيي هيدا المبنى لازم ينقل لمحل تاني لحتى هن الطلاب يرتاحوا ونحن نرتاح. هلا بالنسبة للبرامج الثانية، نحن هلا عنا الأMD عم نطبقه أول سنة. هلا أنا حاسة الطلاب كتير متحمسين وكتير عم بيشتغلوا، مبسوطة فيهم إنه إنه بيجوا على الوقت، بحط يعني هن متحمسين كتير للصف وللجامعة، وأنا وعم بشرح بحس كل عيونهم علي. بس بعد هلا لأنه بعدنا عم نطبقه جديد فما في أنا أعطيك النتيجة، يعني نحن بعدنا أول سنة أكيد غير، لأنه نحن صرنا عنا برنامج طويل عريض، هيدا البرنامج صرنا بدنا نحاول نختصره بسمستر، وهيدا الفصل مفروض نحن نوصل المادة بطريقة كتير حلوة وهن يفهموها بهيدا الوقت القصير. مفروض الأسانسور يكون ماشي، المحصة الثانية عنديها بالخامس والأخيرة عنديها بالطابق السادس، يعني عم نضلنا نحن بين الطوابق. ايه هاي مشكلة تدفئة بالمرة، يعني بتجي بتموت من البرد انتو قاعد خاصة اسا برد، يعني طقس برد ما فيه. عم قول على المبنى انه لازم يكون بمنطقة انه قريب لأكتر المناطق، انا بجي من خلدة. انا بالنسبة للتدفئة لازم يحسنوا شوي بالتدفئة بالكافيتيريا، حتى بالنسبة للمبنى اذا بيحسنوا بيكون احسن. لازم يكون في اسانسور مثلا، انه كل يوم هالشي عم بيعملنا ارهاق، بس انه بنوصل لاخر نفس على القاعة. بس بالنسبة للكافيتيريا كمان انه كتير محصورة، يعني مش كل شي بتلاقي طلبك فيها. بس لهالسنة اللي طبقوا نظام الالامدة وبعده ناقص، يعني مثلا قالوا لنا ما في امتحانات جزئية، كل الجامعات بتعمل امتحان جزئي، هذا الشيء بيريح. الجامعة اللبنانية اللي بالحدث لهم وقت منيح فيه، والبارشل من زمان بيعملوا، هون لا لغينه بنطرونا لاخر السمستر للفاينل، يعني ما في شيء بيرفعنا، ما في شيء بيعدلنا مع شيء. كل يوم عنا دوام، بيوتنا بعيد، كل يوم لازم نجي الحضور الزامي للساعة 2 لنخلص، بكون عنا شغل مثلا بشيء تاني. كمان مثلا اذا بدنا ننزل نقعد تحت ما في مجال، ما في وسعه، مثلا في بنك واحد لكل الجامعه، التلاميذ مش بده يساهم مثلا الكل. كنت بجامعه قبل مثلا كان كل شيء على سلايدات، ما مثلا واحد يحمل كتب مثلا شي 10 كتب ويمشي، بحط حمل شنطه مدرسه ففلاش تحط بقلبه كل السلايدات، مثلا بيكون نازل الكتب الكور على سلايد يعني، وعلى كمان كتب اللي بده بناء يعني تحطهم فلاش بتدرس. انا انه بشوف باقي الجامعات بلاقي انه في جامعات احسن، في جامعات فيهم تطور وتكنولوجيا اكثر، هون ما بتحس انه في كتير تطور، يعني بتحسها شوي قريبه للمدرسه. بتشوف انه بشعبي في كتير عدد كبير، بشعبي تاني ما في عدد نهائيا، يعني انه كمان بدك تجي بكير لتحجز محل قدام، لان اذا بتقعد ورا ما خصك بالجامعه. يعني عندنا كتير بالجامعه اللبنانيه جهات حزبيه او سياسيه كتير مسيطره، ان كان بمجلس الطلاب واضحه علنا طلاب او بالاداره وقسم منه اتليست. في عندي مشكله ان البرنامج بيتغير اكثر من مره بالوقت نفسه، يعني الدكاتره ما عندهم علم انه البرنامج تغير اصلا، بيسالوا الطلاب امتى الامتحان وكانه هم ما عندهم فكره عن الموضوع، يعني بيسالوا كانه نحن اللي ضايعين اصلا، نحن ما عارفين يعني وين القصه. هذا منه مبنى هيئه لكل جامعه، هذا مبنى شقه سكنيه حولوه لجامعه، عم يدفعوا ايجار بالسنه مبلغ. يعني ثانيا التجهيزات، يعني الكراسي، الطاولات، المحاضرات، الالواح، القصص، يعني بالحد الادنى الموجود، بس منه مقومه جامعه. تفعيل دور التكنولوجيا بقلب الجامعه، يعني طرق التعليم الاوديو فيجوال اللي ممكن يكون عنصر مساعد بتسهيل وبالتفاعل بين الاستاذ وبين الطلاب حول الماده اللي عم تنعطى، هي عنصر اساسي. الاسانسير مشكله بسيطه، يعني بكره بيتغير، بس البناء الجامعي
الجو الأكاديمي للطالب هيدا ما بيرتبط بس بالأسانسير وبالكرسي، هذا بالمبنى وبالمحيط المتكامل. إدخال التكنولوجيا بعملية التعليم أيضا هو الأوديو فيجوال يكون متوفر، هذا عنصر مساعد لتحسين نوعية التعليم. هون مثلا ما في حرم للمبنى الجامعي، القاعات كلها غرف سكنية، يعني أحيانا قاعة ما بتساع صف مضطرين نفتح الحيط لحتى نفتحها على صف الثاني. أحيانا في غرف صغيرة بنستعملها كمان لعدد طلاب أقل بصف معين. فهاي المعاناة يعني ما عم نحس حالنا عم ننتمي لجامعة بالمعنى الجغرافي. أيضا التجهيزات، بتشوفوا الكراسي كيف، في عائق أساسي شفتوا المصعد، المصعد معطل، ما في إمكانية الآن لتصليحه لأنه بده تغيير كامل. أدوات التكنولوجيا اللي ممكن تساعد على التعليم كمان عم نحاول نطلبها، إن كان لابوراتوار إن كان كمبيوترات، عم بيعطونا قسم ولكن قليل جدا. آلات البروجيكتور والهاي كمان عم نطلبهم، LCD إلى آخر ما هنالك. عم نطلب كمان للغات لابوراتوار للغة كمان ما في، كل هاي عائق قدام التعليم. طلاب إلهم حق، ودايما إذا الطالب ما طالب ما حيتحقق له شيء، والجامعة اللبنانية أصلا تحققت وتوسعت بعض نضالات مطلبية قديمة من الستينات والسبعينات اللي قامت فيها الحركة النقابية والحركة السياسية اللي كانت موجودة، مشان هيك هلأ عنا جامعة منعتز فيها. هلأ أول سنة نحن منطبقه علما بالجامعة، طبقوه من كم سنة، ولكن في مشاكل حوله. نحن عم نحاول نأقلم نظام LMD لوضعنا، وبالتالي قد ما فينا نقدر نطبقه ولكن بواقعنا المعاش. عميد اللي كنا عم نشوفه يمكن انت سبقتهم بالعنوان، ولكن في يعني بعض التفاصيل اللي ركز عليها الطلاب، شو كان انطباعك عن هذه الشكاوى؟ انت اختصرت، انت عم بتشوف قلت مأساة، في مأساة حقيقية في معظم المباني الجامعية. اوكي، وهذه بحاجة لسياسة تربوية، اذا رجال السلطة عندهم نية ان يعبروا الى الدولة، لكن لا يمكن العبور الى الدولة بدون جامعة محترمة. نعم. وفاعلة. هاي المباني الجامعية غير لائقة برأيي أنا، وفيها مشاكل كتير، فبالتالي هذه بدها لحالة أكثر من حلقة، يعني إذا بنبحث قديش في مقاسي أكثر من هون، يعني ممكن هذا المبنى اللي شايفه أنت على أفضل من غيره، في غيره كاسي أكثر السمن يعني. ليش ما عندهم أسانسير مثلا؟ معطل ولا أنتم بتمشوا؟ شو دخلها؟ معطل بيكون لحتى تجيب تصليحه ولا تجيب ورشة تانية بدك معاملة فيه، ما في يعني في مشاكل عديدة من هالنوع. هذا بدي أقوله أنا إنه ما في اهتمام، ما في اهتمام من الدولة بأنه يكون في عندها مؤسسات تابعة لنا. اليوم الطوائف عندها جامعات خاصة فيها ملكة، ملكة عندها مدارسها ملكة، ما بتستأجر. الدولة ما تكون شيء عندها مستأجر. طب ليش مستأجر؟ هون في علامات استفهام حول الإيجارات. نعم. ليش مستأجرين؟ ليش؟ ما أنت سؤال مستأجرين. طبيعي. طبيعي. عميد سؤال بديه بيطرح نفسه حول LMD، يعني نظام التعليم. نحن هذه أول سنة منطبق على LMD، ورأيي أنا كان هذا النظام يجب أن يطبق من زمن. نعم. طبعا كان في عراقيل، وما فيك أنت تطبقه بنفس النسق اللي بيطبق بالكليات التطبيقية اللي الحضور فيها إلزامي. ولكن نحن بعرف انه عندنا كتار اللي بينتسبوا للمعهد. نعم. عندهم وظائفهم، عندهم اعمالهم، عندهم وضع معيني، ما فيهم يحضروا كل المواد. هلا نحن براينا نظام المعهد في مواد ذات طابع نظري، وفي مواد باساس تكوينه ذات طابع توجيهي. نعم. او اعمال حقيقيه. طيب. احنا بدراستنا لهذا الموضوع اعتبرنا انه الاعمال الموجهه والتطبيقيه يجب ان تاخذ حجمها كما يجب من ضمن مفهوم الـ LMD، وهذا اللي صار يعني. طب شو راح يعطي الطلاب اليوم نظام الـ LMD؟ شو راح يعطي الطلاب عميد؟ نظام الـ LMD أول سنة أنتوا بلشتوا فيه، ايه؟ بالمقارنة مع سنوات ما قبل، شو راح يعطي الطلاب؟ أول شيء بيفتح المسارات على بعض البعض. نعم. أوكي. وبيفتح الكليات حتى على بعض البعض من خلال المواد اللي ممكن ياخذها الطالب. نعم. بيعطي نسبة كبيرة للأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية للتقييم المستمر، لأن الأعمال الموجهة والتطبيقية لها تقييم مستمر.
نعم. ولها بنفس الوقت امتحان نصفي وغير الامتحان النهائي، فهذا بيساعد الطالب على تحصيل وضعه بشكل افضل. يعني مش تشكيك بالمستوى، ولكن نظام ال ام دي بيعزز المستوى عند الطالب، مستوى التعليمي، ولا لا ما له علاقه؟ لا طبيعي بيعزز المستوى التعليمي، لانه وقت اللي الطالب عم يطالب بتقييم مستمر بحاجه لانه يحضر بشكل مستمر، يعني هذا بيدفعه اكثر للعمل المستمر، لانه في كثير طلاب بالوضع السابق ما بيدرسوا غير اخر شهرين، يعني هذا النمط من الدرس برايي انا باخر شهرين ما بيبني طالب ولا بيبني ثقافه حقيقيه. وانا كنت اقول لهم بالقبل حتى بالنظام القديم، اذا بدك تنجح انت كطالب فعليا لازم تدرس كل يوم وكانه ثاني يوم عندك امتحان، ما تجي لاخر السنه حتى يكون عنده جهوديه، عنده جهوديه كامله. عميد كثير مهم نحكي يعني عن دورك ونشاطك بالجامعه، يعني طبعا الكل يعني يشيد باهميه يعني المستوى الاكاديمي اللي انت بتتمتع فيه وبتسعى دائما لحتى تقدر تنشره بكرمك على المكتبه، شغله كثير مهمه. ولكن نحن هون بالريبورتاج يعني كانوا عم بيقولوا كان في شيء بيتعلق بالمكتبه، عم بيقولوا في عليها ضغط كثير، يعني بهذه الحاله يعني بسال قديش عدد الطلاب اللي ممكن انه يستفيدوا من هذه المكتبه، وكيف ممكن نلاقي وسيله تخفف الضغط؟ انا مجمع من شي 10 سنين مكتبة إلكترونية فيها من كل التخصصات اللي بتهم العلوم الاجتماعية بشكل خاص وغير العلوم الاجتماعية. حلو. ومصنفة وتحتوي على أكثر من 30,000 مرجع. طب شو الضغط المقصود بالرقم؟ أنا أعرفه عن المكتبة اللي عنده. نعم. بس اللي أنا عامله لفيد الطلاب يعني هلا ممكن ما تعممت عليهم، بس انا اعطيتها للمدراء انه ياخذوها للاساتذه للطلاب، مفتوحه امام الكل سوا بالعلوم الاجتماعيه والخارج العلوم الاجتماعيه اكثر كمان اكثر. وبنفس الوقت بعلمهم كيف يقدروا، احنا اليوم بدنا نستفيد من التقنيات، يعني قادرين الطلاب كثير يفوتوا، انه في مراجع متوفره كثير باللغات العربيه والفرنسيه والانجليزيه بكل العلوم يعني، وقادرين الطلاب ينزلوا قسم كبير منها مجانا. لا في الكتب الحديثه بيكون طبعا في لها تكلفه معينه يعني، بس قادرين ياخذوا كتب اساسيه ومهمه ومفيده في شتى الاختصاصات الكترونيه، وبرايي المستقبل هو الالكترونيه، يعني الكتاب الالكتروني له مستقبل. حتى نحن عم نفكر هلا انه المجله العلوم الاجتماعيه تكون مجله الكترونيه وتنشر فيها ابحاث بشكل مستمر، ابحاث للدكاتره وللطلاب اذا في، بس تيقدر الاستاذ يحس انه امامه وسيله نشر قادر باستمرار انه ينشر اي بحث. طب اذا ببشر انه ال ام دي يعني رح يتاقلموا مع الطلاب اليوم بيعرف تقريبا عم بس نعم. ما تعودوا لانه هلا فايتين جديد على الموضوع يعني. طيب. اول شيء نحن خاصه بالسنه الاولى يعني انجزوا دورات لحتى يقدروا من خلالها ينقلوا كل خبرتهم بنظام ال ام دي للطلاب. الاساتذه مؤهلين لانه ينفذوا نظام ال ام دي، لانه خضع لنقاشات عديده على مستوى الاساتذه ومجالس الفروع ومجلس الوحده، اخذ نقاشات كثيره لتوصل من 2005 ولا يعني عم نحن نشتغل عليه من زمان. هلا احيانا ممكن كان في بعض الاتجاهات يعني المتعارضه كيف لازم يتطبق يعني، بس بالاخير وصلنا لتوافق او كيف لازم يتطبق بما يعطي نسبة جيدة من الأعمال التطبيقية والموجهة. نعم. من ضمن البرنامج يعني. عميد قديش عندكم كم طالب في بالمعهد؟ يعني ما يقارب 5,000 طالب بكل الفروع يعني. دكتوراه مع ماستر في عنا قريب 400-500 طالب ما شاء الله، متناصفين تقريبا بين الدبلوم وبين الدكتوراه بمختلف الفروع. نعم. كم فرع نحن عندنا للمعهد بكل البداية؟ في عنا 5 فروع. وين؟ في فرع على الروشة اللي شفتوه هلا. نعم. تحقيق عنه، وفي فرع بالفنار. نعم. وفي فرع بالشمال بالفنار المبنى الجامعي يعني؟ لا كله بإيجارات. نعم. وفي طمنتني. وفي فرع بطرابلس كمان مستأجر إيجار، كان إذا بحكي لك عنه لدى ساهمنا بكيف يتصمم يعني، بس إيجار ما بيعمرون، ما بيروحوا يدبروا واحد وخلي يعمر ومستأجر منه. بالبقعة فيه؟ بالبقعة كمان وبجنوب 5 فروع. من خلال كل المعطيات اللي نحن عم نحكي فيها، قديش مهم نقول يعني واقع هذا العام الدراسي رح يكون غير الأعوام اللي سبقت، لأنه صار في مجلس العمدة، صار في تفريغ، ما بقى في يعني هذه الحركات اللي كانت تشل الصفوف والدروس في بعض الأحيان. حضرة العميد طبعا هلا صار في عنا يعني نسبة جيدة من الأساتذة المتفرغين والأساتذة
اللي بالملاك، ونسبة المتعاقدين تراجعت، لأنه كان بالأول النسبة الغالبة هي المتعاقدين، وبتعرف الأستاذ المتعاقد وضعه بيكون قلق يعني، وبيكون من مستقر. هلا بعتقد تغير الوضع بالنسبة لمعظم الأساتذة بالعلوم الاجتماعية وبغير الاجتماعية، وهذا بيشكل حافز لأنه يعطوا، لأنه يلتزموا مثل ما تفرغوا، أن يتفرغوا بالمعنى الجدي للكلمة يعني، لا يعطوا كما يجب أن يعطوا الطلاب يعني، ويلتزموا بالتفرغ ضمن الجامعة بدون أي عمل خارج الجامعة. إضافة لهالنقطة هذه، نحن كمان على مستوى العمادة عم نسعى إلى تأهيل الأساتذة بمجالات البحوث الكمية والنوعية بما يتجاوب مع معرفتنا بالتقنيات الحديثة. نعم. أنا دائما كنت أقول لهم أنه ما يميز الأستاذ تيبقى أستاذ يجب أن يستمر بكونه طالبا، لأنه وقت يبطل الأستاذ يكون طالب بطل يكون أستاذ. يعني الأستاذ اللي بده يتابع باستمرار كل المستجدات والتطورات يعني ما هو مؤهل أنه يعطي طلاب، والطلاب يجب أن يتعامل معهم كطلاب، بمعنى بدنا نميز بالجامعة ما بين الطالب وما بين التلميذ بالمراحل السابقة للجامعة. الطالب يجب أن يشارك في الحوار والنقاش، وأن يطلب منه إجراء بحوث ولو كان بحوث أولي. يعني طبعا أنت بدك تطلب كثير لأنك أنت ديناني ونشيط جدا جدا يعني. خبرني الدورة اللي هلأ عم تعملها، مين المستفيد منها وقديش رح تدوم؟ الدورة المعمولة حاليا هي كناية عن دورة في البحث الكمي statistic SPSS، يعني أهم العمليات الأحصائية باستخدام برنامج SPSS. برنامج SPSS هو برنامج عالمي مشهور، في برامج شبيهة فيه، هو اختصار ل statistical package for social sciences، بمعنى الرزم الأحصائي للعلوم الاجتماعية. نعم. ولكنه يفيد كل الباحثين في شتى الاختصاصات يعني. نعم. وهون أنا مجهز يعني 10 محاضرات، كل محاضرة كناية عن ساعتين يعني 20 ساعة statistic SPSS، بتعرف فيها موجه للأساتذة للدكاترة. نعم. وخاصة اللي بيعطوا منهجيات أو اللي بيعطوا تقنيات واللي بيعطوا أحصاء statistic، وموجه لطلاب الدكتوراه اللي يستفيدوا من هذه الدورة، بتأهلهم من خلال أبحاث مطبقة يعني مش نظري، يعني ما بياخدوا أحصاء، بياخدوا أحصاء تطبيقي على ضوء أبحاث مطبقة فعليا، كيف بينعمل البحث. من وين تنعمل هالدورة؟ هذه رح تنعمل أول الشهر، أول كان الأول بالإيكول دكتورال بسن الفيل. بس وقتها رح يكون؟ مالك دورة الـ SPSS statistic رح تكون 20 ساعة، تليها دورة في البحث النوعي أطلس تي هو من أشهر البرامج العالمية للبحوث النوعية، كمان الدورة بتاخد 20 ساعة، بتوفر جهد كتير كبير على الباحث. لازم في كتار مش سامعين بعد بالأطلس تي. الأطلس تي برنامج مهم جدا 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 للباحثين في مجال البحوث النوعية، يعني بتعاطى، أعطيك فكرة عنه بس، بيتعاطى مع كل أنواع الوثائق، سواء كانت مثلا وثائق نصية مثل التكست يعني وورد ولا إكسل ولا بي دي إف ولا سكان، وبتعامل مع وثائق إذا كانت أوديو ولا فيديو. نعم. بيحطهم كلهم بالبرنامج، وعنده قدرة على البحث والتفتيش مذهلة، بمعنى أنه الطالب أو الباحث قادر بسرعة يوصل للمعلومة. نعم. اللي بده إياها. أنا بتمنى أنه نقدر نواكبكم نحن من خلال كل هذه الدورة لحتى نقدر نعمم هذه الثقافة الجديدة. شكرا لك دكتور يوسف كفروني، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لك. شكرا سيدي. أصدقائي فاصل على الإعلان ونرجع نتابع مشاكل وحلول. متابعين معكم مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. طبعا كثير اتصالات وردت لبرنامجنا وكثير من المراجعات، ولكن من خلال كل القضايا نحن بنسعى دائما لحتى نتواصل مع المسؤول المعني مباشرة. مع ضيفتنا لليوم التقيناها أكثر من مرة، وطبعا صدى اللقاء معه هو اللي شجعنا لحتى نرجع ندعيها ونتشرف تكون ضيفتنا لليوم بإطار السؤال عن مكتومي القيد في لبنان. طبعا قد تكون المعاملات كثيرة متعددة، ويلجأ الإنسان مكتوب القيد للمختار، وعذرا من السادة المخاطير في كتار منهم اعتذروا للكاميرا وقالوا اعذرونا ما عنا شيء نقوله، وقال بنحكي ممكن ما يكون صح. فمشان هيك نحن ارتعينا التوجه مباشرة للمحامية إليزابيث زخرية سيوفي، هي مديرة معهد حقوق الإنسان نيابة المحامين بيروت، وأيضا
بلجنة مكتوبي القيد، شو هو المركز تحديدا يلي انت بتشغلي باللجنة؟ نعم. ما في مراكز، هيدي لجنة تألفت بمبادرة من الأستاذة أليس كيروش، وجهة تحية كثير كبيرة. مظبوط. بتضم مراجع يعني وزارات معنية بموضوع الأطفال اللبنانيين المكتومين القائد. هم كبير يعني، كل شيء بيتعلق بالطفل هم كبير، وكل شيء بيتعلق بحقوق الإنسان هم كبير، بس مش هم يعني انه نلاقيه كبير ونوقف نتكتلف ما نعمل شيء، كله بده حلول وكله بده عمل من قبل الجميع بالطبيعة على الاعلام. تسلمي لي، احنا عم نحكي بس عن الاطفال، ولكن الاداره في كبار بعض المكتوبين قايد لليوم. مزبوط، لانه اذا خلقوا مكتوبين نفس الرعايه بنعطيهم؟ بتختلف الرعايه وقت بيكون طفل ووقت الطفل بياخذ حمايه، الكبير بده يصحح وضعه هو، بده يلجا حسب الاوضاع. اذا كانت عائله، كل العائلة ما في حلول وضعها القانون، مفروض يروحوا يطبوا هالحلول. نحن اليوم كمان كنت عم قلك بلجنة معالجة أوضاع الأطفال المكتومين القيد اللبنانيين عم نشتغل يعني على هال. شو بنقصد باللبنانيين؟ إنه غير اللبنانيين نحن ما بنقرب لهم هلا، ما من... مش هلا، هلا نحن بهاللجنة عم نشتغل على أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومين القيد. طبعا هوليك الغير اللبنانيين اللي مكتومين القيد بيكون عندهم غير آليات، نحن بالأول بدنا نعالج أوضاع هالأشخاص يلي هن إلهم حق بالجنسية اللبنانية، ما أخذوا هالجنسية مش لأنه مش لبنانية بالأساس، خلقوا من قبل لبناني أو بظروف معينة يعني بتخولهم يكونوا ياخذوا الجنسية اللبنانية، بس ما قاموا بالإجراءات يلي بتسمح لهم يستلموا هالجنسية. اسمحي لي بس أطلب منك تعريف صغير، شو يعني مكتوب القيد؟ يعني منك أنت بتوصل يمكن للناس بشكل موثق. يعني هالإنسان موجود بالواقع ولكن منه معروف من دولته، يعني عندي أنا ما عنده هوية، ما عنده هوية يعني ما عنده حقوق، يعني قانونا منه موجود، والخطر هون كبير عليه. ليش؟ أول شيء ما بيستفيد من أي حق بتقدمه الدولة، ما بيستفيد من حماية الدولة. يعني مثلا أنا وقت بحكي اليوم عن الطفل مكتوم القيد أكتر شيء تفكر، ومش ليك نحنا اهتمينا نشتغل على هالموضوع لأنه كمان عم نشتغل على مكافحة جريمة الاحتجاج بالأشخاص. هالطفل ما عنده جنسية، ما اللي مسجل إذا مرض، يعني ما بفوت مستشفى، مش بس إذا مرض، أكتر من هيك هذا بيقدر يكون ضحية محتملة، تيكون ضحية اتجار بالأشخاص، ما حدا بيعرف فيه. الطفل المكتوم القيد ما بيقدر يفوت على المستشفى، بده معه كيف بده يفوت على المستشفى إذا مثلا بده يستفيد من وزارة الصحة، إذا هو ما عنده جنسية لبنانية أحسابه بيقدر؟ هلأ إذا المكتوم القيد بيقدر شو عنده مشكلة؟ فيك ما راح يطلبوا منه ساعات تعطينا، يعني أكيد مفروض يكون عنده هويته، بس يمكن ما بتكون بتأثر قد ما يكون هو جاي يطلب مساعدة الدولة حتى يقدر يتحكم على حساب الضمان أو على حساب. أستاذ قديش عندنا حالات نحن بلبنان؟ في أرقام، تعرف نحن بلبنان عندنا مشكلة إنه ما عندنا إحصاءات دقيقة بكل المواضيع. في جمعيات بتعطي إحصاءات، في دراسات بتحط إحصاءات، يقال إنه العدد كبير، قديش العدد بالتحديد ما بقدر أقول، ولكن سنة الماضية مثلا بال 2013 فيما يتعلق بمصلحة الأحداث والأرقام اللي طالعة من عندها بوزارة الشؤون الاجتماعية تبين انه كان ضمن الاوضاع اللي تناولت اطفال مخالفين للقانون او معرضين للخطر كان في 47 طفل مكتوم القيد. هذه رقم طالع عن مصلحه بوزاره العدل بما يتعلق بقضايا خاصه باطفال مثل ما قلنا مخالفين للقانون او معرضين للخطر. طب تصحيح الوضع بكلف؟ تصحيح من الناس تقلك شو؟ نحن الهدف هلا اليوم وقت عم نشتغل بهالموضوع انه من اليوم بالرايح ما بقى مفروض يكون، ما بقى مسموح يكون في طفل مكتوم القيد لبناني مكتوم القيد. بس عم نشوف هلا يعني بتلاحظي انه صارت ظاهره، صارت ظاهره عم بنحكى عنها. ايه ظاهر، لا بس انه اطفال عم ينرموا هون وهون وهون، يعني مش مفروض. طب ما هي هي يعني. هلا اذا خلق هالولد مفروض يتسجل دغري، تسجيل وقت بيخلق الولد لمهلة إذا ما كان شرعي بيتسجل؟ إيه ليش لا، ليش ما بده يتسجل؟ في آلية نص عليها القانون، الأهل البي أو اللي بتقبلات الرفيفية أو الأم بيقدروا يروحوا يسجلوا، في آلية معينة بتسجل، مش كل ما يتسجل على خانة إذا ما اعترف فيه البي. سي بوسيبل يعني عادي، سي في نص قانوني واضح كثير بهالإطار، وحتى إذا ما حدا للبي والأم اعترفوا فيهم بيقدر يتسجل للطفل الغير الشرعي اللي له حق. طب اسم الأب، اسم الأم، العائلة، شو بحطوا له؟ مجهول أو بلقوا ساعتها في آلية خاصة بتريح الوضع وقت بيريدوا يعرفوا فينا نحن نأمن كل يعني فيها اللجنة يلي عنده هالإشكال بيقدر يتصل بأستاذة علي. كيف فينا نتصل فيها؟ يلي بيريد معك أنت بيتصل معك وأنت عندك رقم الأستاذة علي. أوكي، قصدي ما في في يعني في رقم خاص ولا رقم لا أستاذة علي؟ رقم الأستاذة علي. وفي معنا بهاللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، أي موضوع بيتناول أي وضع خاص
تاي نعرف مزبوط شو لازم ينعمل، بنشوف شو الآلية، وفي كمان اللي بهن بحاجة بعدين بعد السنة يقدموا دعوة قضائية، لأنه مثل ما بتعرف قيد الطفل وقت بيخلق لحد السنة بيكون بصورة إدارية، يعني بياخدوا شهادة ولادة بروح عند المختار بيعملوا وثيقة ولادة، هاي وثيقة الولادة بيروحوا فيها على دوائر الأحوال الشخصية بتسجل الولد على خانة بيو، نحن بنعرف بلبنان إنه الولد بياخد جنسية بيو بالتالي بيتسجل على خانة بيو. نعم. ضمن شهر بعد شهر بصير في غرامة بلكي لا يحكى فيها، يعني بعد بالقانون شي 5 ليرات ما هي شيء. بس بعد سنة قلتي لي بعد سنة شو بصير؟ بدك ترجع تاخد قرار قضائي. دعوة نفوس. طيب أو بصغر الولد بقول هلا خليه إذا إذا حدا بيمشي معه بهيك لا، بس هي ممكن بتصير لأنه بيصير في مستندات مطلوبة أكثر، إثبات البنوة بدي يعني نعمل فحص دي إن إيه، يعني أسهل هلا على الناس من اليوم ورايح اللي عم بيخلقوا دغري يسجلون، وإلى إذا ما تسجلوا لليوم عم بتقلي في ناس كبار مكتومين قيد، إذا هن لهم حق بهالجنسية اللبنية يعني هن لبنانيين يتفضلوا يقدموا دعاوى حتى يقدروا ياخذوا قرار قضائي. مكلفة هيدا بدنا نعرف. مش هي مكلفة إنه بتكلف رسوم، مش مفروض يكون في محامي كمان في يقدمها هون بشخصه بذاته، بس لكن بيلجأوا لمحامي لأنه بيعرف أكثر بالإجراءات، ونحن بنقابل المحامين دربنا 100 محامي على الإجراءات القضائية. طبعاً شو مش قلنا المحامين 10,000 محامي ونقاب كتير ناشطة بفضل ساعة النقيب هلا ومجلسنا في مجال حقوق الإنسان، يعني ما عم بقصر أبدا وعالسمع وموجود تحل حتى يطور ويحسن قد ما بيقدر. دوك تدربوا على الإجراءات القضائية يلي بتسمح بتأدي للحصول على أحكام قضائية لتسجيل الأطفال يلي هن لهم حق بالجنسية اللبنانية. بتسمحي لي أنا وياك بدنا نشوف ريبورتاج يعني عنوانه مشاكل مكتوب القيد، لأنه إحنا من خلال تواصلنا مع المخاطير قلت لك كثير منهم اعتذروا منا وقالوا ما عندنا شيء نحكي، يلي التقيناهم وحكيوا بالطريقة يلي هن بيشتغلوا فيها. نعم. نحن رح نتابع وبتمنى منك يعني نرجع نقول آلية العمل القانونية مع المحامين ومع كل الاحترام. نعم. للمخاطير يلي قبلوا انهم يعطونا، لأنه وفق المعطيات اللي عندهم قالوا هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا وسجلناها سوا. ونشوف الريبورتاج ونرجع نتابع سوا. مشكلة للشخص اللي هو مكتوم القيد، انه الآن لما يكون مكتوم القيد مثلا لا في طلع إفادة سكن، لا في يعمل ورقة من الداخلية، لا في إذا بده يتزوج يسجل زواجه بنفوس بيروت. هيدي مشكلة. يعني أنا من فترة اجت لعندي دموازال وإجاها عريس مكتوم القيد، فعم تسألني إنه شو القصة، قلت لها بالنسبة لهالشغلة يعني هتسبب مشكلة لأولادك، إنه تخيل أنت إذا وحدة تزوجت وجابت أولاد ما فيها تسجل أولادها بالنفوس بشو اسمه ببيروت بلبنان بشكل عام. كمختار مختار عليه مسؤولية بقصة مكتوم القيد، يعني أنا لأعطي ورقة لشخص مكتوم القيد يعني عم بعطيه على عاتقي الشخصي، وهيدي مسؤولية إذا ما بتعرفه مشكلة. وبلاد المنطقة اللي خلقان بالمصيدة وربيان بالمصيدة، هلأ مفروض المختار يعرف عنه، عرفت كيف؟ بس يجي من برات المنطقة صراحة لا، أنا شخصيا ما بعملها. ونفس الوقت يعني أنا برأيي وزير الداخلية إذا بيبرمي إنه بيعمل ملف شيء خاص فيه هون، ونحن نستند على المعلومات اللي موجودة عن وزير الداخلية مثل بيعملون الإحصاءات خاصة شغلة خاصة فيه. نحن بالأول كنا يجوا لعنا مكتومين القيد نعطيهم أوراق، بس إذا كنا بنعرفهم، يعني في ناس ما بتعرفهم ما بتعرفهم ساكنين ما بتعرف هذا ضمن النطاق المحلي اللي نحن موجودين فيها كنا نعطيهم. بس هلأ لما بعد قرار الأمن العام بمنع إعطاء أي إفادة إلا من الأمن العام وقفنا، ما بقى نقدر نعطيهم شيء. بس إذا معهم أوراق صادرين من أي مختار قديم أو أي شيء بدون معاملات مثلا باسبور إفادة سكن، هذا بنعطيهم كلياتهم ما متأخر عليهم بأي شيء. هذا كان نطلب صورتين، نطلب صورتين وشاهدين بها طريقة نكتب له اسمه وين ساكن وين شو اسمه يلي بيعرفوا عليه وتاريخ ولادته، اذا ونطلب منه اذا خلقان بلبنان يجيب ورقه للمستشفى اذا مش معمول وصيه الولاده، اذا معمول وصيه الولاده نعتمد عليها حتى نعمل الورقه، وبنرجع بنصور بنحط له صورته هون وبنختم له اياها وبناخذ لنا المصوره بنصور المستندات اللي بيجيبهم مع سوى تذاكر الشهود او الاخراجات اللي عنده. بها الطريقة كنا نقدر نعمل له ورق.
بينما لما طلب الامن العام عدم اعطاء افادات لاي شيء وقفناه. الامن العام او وزاره الداخليه طلبوا من هذا الشغله بدها توقفها. بينما برجع بقول انه اي شيء مساعدات نحن بنقدر نساعده فيها بجميع الطرق، حتى لو بده افادات، لو اي باسبور معاملات باسبور نعمله اياه. لانه مرت ويا ريت عندي ورقه منه اللي كانت اعطيته اياها الامن العام، يعني بتسهلوا الامن العام بسهلهم كثير. بينما الامن كان اي واحد يجي لعند المختار بالاول لو انا مكتوم الخيط، ومنكم مش مكتوم الخيط، فايدا السوري ما بده يعمل اقامه سوريه، بقول لك بيحملوا بطاقه مكتوم الخيط. بينما هلا الامن العام ضبطها، في ناس انظلموا، في ناس ما قدروا بقى يعملوا هالطريقه حتى يعيشوا بهالبلد. على 90% بيجوا من الامن مكتوم القيد هربانين من تركيا، من العراق، من اي شيء، بقول لك ما معه قيود او بخزق باسبوره على الحدود ولا شيء، الله اعلم كيف بيجوا وبعيشوا هون. لكن بيتجوزوا، يعني اذا في بتمرق بتيجي لعندك واحد انه متزوج مكتوب انه قيد مكتوب. الحقيقه اللي هي مكتوبه القيد يعني قضيه مزمنه، من يعني كل انسان اوقات بحياته بيتعرض لاضطهاد او لهجره او ل من بلد لبلد يروح ويستقر ببلد معين وما بيكون معه جنسيه او بيفقد الجنسيه تبعيته من البلد اللي هو فيها او لا يحملها. بمفهوم مكتوم القيد يعني هو اللي هو بيو معروف شو جنسيته وما بيقدر يطلع له هوية. من هون من المنطلق هيدا كل انسان غير لبناني، احنا عشان صار في تفسيره انه مكتوم القيد للبنانيين، ما فينا نقول انا بيو لبناني او جده لبناني هو مكتوم القيد، عشان بيقدر بواسطة المحكمة يسترجع جنسيته. وزارة الداخلية منعت انه المخاطير يعطوا اوراق مكتوم القيد، يعني بيجي واحد بيقول له انا مكتوم القيد، مكتوم القيد بدك تعطينا يعني مستند نعرف انه بيك تركي عيام الاتراك عيام اي جنسيه لك كان، لنقدر نعطيك انه انت ما عندك قيد مكتوم القيد. على هالورقه فيك يعني موجب اكيد بده يقدمها للامن العام، يعني بلد دون موافقة الامن العام ما فيك تعطي، بس نحن بنفيد اذا الشخص بنعرفه انه مزبوط بيه وامه شو جنسيته وهو مكتوم الايد، يعني بيه وامه ما اصدروا له ما عملوا المعاملات الاجراءات اللازمه لحتى ينال هالجنسيه يلي هو بيه ينتمي لها. مثل ما بيقولوا تبدا الدوله على الارض بالمختار. يعني اليوم اذا ما نحن كنا الركيز اللي عم نعطي هلا كل القوى الامن الداخلي الضباط كل شيء بده ياخذوا ورقه من عندنا بالبدايه حسن سلوك وسيره حسنه ليقدر يفوت على المطار المحين. اقل شيء نحن نحافظ على هالموضوع هذا انه قد ما فينا نجرب ما نعطي ورقه لواحد مش اكيدين انه هو بيو عراقي بيو تركي بيو سوري بيو كذا ومكتوم ايده، يعني ما مش مطلعين له او لسبب من الاسباب اذا كان سياسيه او اجتماعيه انه معاطينه بلده عاطينه الهويه. هلا مكتومي القيد في شقين، شق بيبقى ابوه لبناني وامه لبنانيه والولد ما مسجل فلذلك بسموه مكتوم. هون بيتقدم لهم دعوه بالعدليه وبيحصلوا على حكم ومن ثم بيحصل على الجنسيه اللبنانيه. بالنسبه للي ما معه شيء، ما في شيء اسمه ما معه شيء. ما معه شيء كيف دخل على لبنان؟ ما معه شيء كيف دخل على لبنان؟ بيجي وياك ولا واحد انا عمري 40 سنه ومكتوم القيد، كيف يعني مكتوم القيد؟ طب 40 سنه كيف كنت انا قاعد بلبنان 40 سنه؟ كيف دخلت على لبنان؟ معه بس بيكون يا مخزقه يا كببه وعم يحاول يحصل على جنسيه لبنانيه. هذا الشيء نحن ما فينا نساعده ابدا. هلا في قرار صدر من وزير الداخليه وتعليمات من المدير العام لاحوال الشخصيه بيقول فيه الولد المكتوم اعتبر ولد صغير عمره 4 5 سنين 6 سنين 7 سنين ابوه لبناني ما مسجله، نحن فينا نعطيه افاده بنحط عليها صوره وبنحط اسم بيه وامه وتاريخ ولادته، هيدي فقط ليستخدمها بالمدرسه فقط لا غير، يعني بيكون في عنده شهاده مدرسيه بده يقدم برافيلا نقول وبيه بعد ما خلص تسجيله نحن فينا نعطيه بهالحاله ورقه اسمها شهاده تعريف على اساس شرط يكون بيو مسجل دعوه بالعدليه وعم يتابع له معاملته، مش انه يابا يلا خدها وطنش بعدين، لا، اذا ما كان مقدم له دعوه بالعدليه ليحصل له على الجنسيه للصبي ليسجله عليه ما بنعطيه. يعني ولكن احنا بنكون عم نساعده على الاهمال والاستمراريه، طالما هو تحت 18 سنه
الحصول على التسجيل بدوره هو شخصية هين، بس يتخطى 18 صار في عنا مشكلة له هيئة قضايا وأمور أخرى وصف الأمور صعب. إن كان الشخص الموجود بالحزمية وساكن بالحزمية وهو كان مكتوب قايد ولا وما عندوش يعني أوراق ثبوتية صادرة عن الداخلية أو أي مرجعية إدارية تابعة للداخلية بتثبت إنه هو مكتوب القايد، إذا باعوا هذا المستند هذا بعطيه وراء، بس بدي يكون عارفه حق المعرفة إنه قاعد بالحزمية وساكن بالحزمية، وإذا معوش هالمستندات المطلوبة لتثبيت اسمه الكامل وعائلته بعتذر منه برفض أعطيه أي إفادة صادرة من عندي. متابعين معكم مشاكل وحلول، استاذه اليزابيث اللي كنا عم نتابع معلوم خطير مزيد. يعني كان في اراء متعدده، ولكن هو سؤال بيطرح نفسه انه من 40 50 سنه كيف مكتوم القايد مزبوط ممكن عايش، كيف كان عايش، كيف كان عم يدبر اموره. طب بهذه الحاله للناس اللي عم يسالوا كيف ممكن نحن نرشدهم على اي طريق الاصح والقانوني، رح اقول لك كيف. نحن مثل ما كنا عم نحكي في شقين للموضوع، في عنا قايد اداري لعمر السنه للولد، يعني بولد سنه من تاريخ ولاده الولد، مدة سنة كله بيصير بالشق الإداري، يعني بروح عند المختار بيعمل معاملة بتتسجل بدوائر النفوس، بعد الشهر من تاريخ الولادة بيصير في غرامة بسيطة كتير ما بينحكى فيها. بعد السنة بدك تروح دعوة قضائية، ما بيصير إنه عندك إنسان موجود اليوم ما عنده هوية، ما عنده منه مسجل. طيب يا بدي يكون هالإنسان بيو لبناني وإنه حق بالجنسية اللبنانية، بتكون الدعوة تبيته دعوة نفوس، بيروح بيقدمها تقول لهم أنا كيف في إهمال، كيف في سبب، مش كمان يقول شو السبب، أنا لبناني، بيقدمها بالمحاكم، بياخد قرار بعد ما يكون ثبت إنه أول شيء بيو بدي يكون لبناني، تاني شيء في رابطة بنوي بينه وبين البي، ومن شان هيك عم تنصحها تنطلب فحوصات الدي ان اي، او بده يقدم دعوه ثانيه بده يثبت اذا منه لبناني شو سبب هالدعوه وليش له حق بالجنسيه اللبنانيه. هلا كل حاله ولها اجراءاتها، بالتالي انا برايي انه المخاتير اللي عم يحكوا صحيح لعمر السنه هي شغلتهم، بعد السنه بده الواحد يتوجه للقضاء شو ما كانت وضعيته. وطبعا مش سليم ابدا وضع انسان يكون مكتوم القيد، يعني ما عنده هوية، ما عنده ورقة تسمح له يستفيد من أي تقديمات بتقدمها الدولة أو بيقدر يعيش كإنسان سليم. طيب شو فيكم تقدموا باللجنة بصراحة؟ نحن إذا حدا عم يسمعنا وتلفن لأستاذي أليس، شو فيكم تكشفوا القضية وتساعدوه؟ في محامين، قلت لك إذا بده محامين، محامين للمحامين اللي تدربوا، في توجهوا مباشرة على ألم أحوال شخصية بالمحاكم. بس ما بيعرف ينص الدعوة ويكتبها، هيدا قصدي. هيدا حتى ما نقول نحن عم نعمل إنه تعوا عند المحامي، نحن عم نقول فيك تروح كمان على قلم المحكمة تسأل شو الإجراءات اللي لازم تعملها. أكيد في جمعيات عم تهتم بالأطفال، وقت يكون في أطفال عم بيكونوا بيجيبون على جمعيات ما عندهم هويات عم بيهتموا هنا بالموضوع، في وزارة الشؤون الاجتماعية كمان عندها مراكز اجتماعية بتقول لهم شو لازم يعملوا، بتوجههم شو لازم يعملوا. هيدا هو، ونحن عم نقوم بهاللجنة هلا ببرنامج توعيه رح نطلقه قريبا، الهدف منه رح يكون العمل على صعيد البلديات والمخاتير وكل هالناس تعرف اكثر انه شو الاجراءات، بس هيدي هي الاجراءات بالاخر، اجراءات اداريه او اجراءات قضائيه، ما في حكم بده يصير له 40 سنه بلبنان ما بيقدر يروح عند المختار يقول له اعطيني ورقه انه اقدر انا اعيش طبيعي وكون الي كيمه، بده يروح ياخذ حكم قضائي تيكون موجود بلبنان بصوره قانونيه كمان، ما بعرف هو كيف إذا ما عنده ورقة من المختار ولا شيء كيف موجود؟ كيف عم بيروح، كيف عم بيجي، إذا حدا سأله شو اسمك كيف بده يسأل؟ إذا حاجز أو شو مزبط، ما هيدا 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 الغلط ما بيصير. طب بتلاحظ إنه أنتم مشكورين يعني بلجنتكم، ومشكورة أستاذي أليس كيروز يلي يعني ارتأيت أن تكون هذه اللجنة، ومبادرة كثير مهمة لأنه بتحسي هذا الموضوع ببعض الأحيان تابو، يعني حتى أصحابه ما بيحبوا يحكوا فيه، أو إذا حدا بده يعرض علي مشكلة بيقول لي بليز بدي أحكيك على جنب ويحكي بكل خجل وبتحسيه عم بيحكي وكأنه لطيف. قديش مهم نقول نحن ضروري التعميم الثقافي ودور الاعلام هون، شو ممكن نحن نقدر نعمل؟ ما قلت لك من الاساس انا بقول لكم انتم كثير مهم، شو فينا نعمل؟
نحن بلشنا معكم الإعلام مسؤول. لا أول شيء رح يكون في يوم مع الإعلام أو رح نطلب تغطية الإعلام لإطلاق حملة التوعية اللي رح تكون كمان بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ورح يكونوا البلديات يعني نحن منلاقي بهالموضوع أقرب شيء للبلديات والمخاتير ما موجودين قدامهم، ودورهم كتير أساسي بالتعريف بالقوانين بالتوعية على أصول تطبيقها وبالإرشادات حول الإجراءات المفروض الواحد يقوم فيها. وكمان رح يكون في بعدين عنا طاولات مستديرة مع المخاتير لنشوف أكثر المشاكل اللي كانوا بيحكوا عنها هني كل شغله شو هي وكيف وين بده يدلوا. وثالث شيء مثل ما قلت لك انه هالمحامين اللي تدربوا اللي موجودين ومستعدين يقدموا خدمات، اكيد مش يقدموا خدمات انه حسب كل محامي وكل قضيه انه يشتغلوا بهالموضوع بهالدعوه صاروا بيعرفوا، لانه كمان ما فيك في في هون مثل ما قلت لك مفروض تميز بين دعوه نفوس ودعوه جنسيه. بالنسبة لمكتومي القيد اللبنانية هذه دعوة نفوس، يعني الطريقة اللي بتقدم فيها الدعوة هي بتأثر كمان على مسار الدعوة وعلى النتيجة اللي رح تقدم لها. نحن الإعلام مطلب منه التغطية يواكبنا، انتوا واكبتونا وقت أول ما أطلقنا وعطول معكم الكتيب والسبوت الإعلامي وطبعا هدواجب صحيح. بتعرف ليش؟ لأنه بلبنان هلا بتقعد مع مطلق إنسان لبناني لو بدك تخبره أنت إنه شو بيقول القانون وشو لازم يعمل وحضر على التلفزيون برنامج بيقول غير شيء طبعا لأنه طبعا ديش بتاخد وقت الدعوة يعني إذا يعني قلنا نحن بتاخد وقت كتير يعني حتى نطلب من الناس بيقولوا إنه فتنا بمحاكم وروحوا تعالوا طبعا يعني إذا فات بمحاكم وراحوا إجا مش أحسن ما يضل قاعد مش عارف حاله وين رايح وين جاي. طيب إذا بده يعمل فحص دي إن إيه وبده يجيب هو ورقة ولادة وبده يجيب يثبت بنوة، طب ما كل هيدي إجراءات أو معاملات بتاخد منه هو أدوات تحسبه هو بده يعمله؟ طب أكيد. هلا نحن باللجنة كان في سعي من أستاذة أليس إنه يكون في بركة إعفاء من كلفة فحوصات الدي إن إيه بحالات معينة عم بنشغل عليها هلا مع وزارة الصحة ومع مراجع تانية. بس هلا انه بالاخر صار في وضع مخالف للقانون بده يتسوى الوضع، شو بتعمل؟ بتعتبري انه نحن هلا عم نحكي عن موضوع مكتومي القيد نحن ورثناه وقت الحرب او ما قبل، ولا هي مشكله منا بعيد كثير عن التاريخ اللي نحن هلا عم نحكي فيه بصراحه؟ وشو مسبباتها برايك؟ مسبباتها بالنسبة للولاد اللي ما بتسجلوا إذا كانوا خلقانين من أهل يعني نحن تفاجأنا مرة حدا عم بيخبر إنه راح عند المختار وعمل وثيقة الولادة ووقفه ما بيعرف إنه لازم يروح أكثر من هيك إنه يسجلها بدوائر الأحوال الشخصية. أوقات بصير في نزاع خلاف بين المرأة وجوزها، أوقات هلا في عيال بتلاقي في عندهم أولاد مسجلين وأولاد مكتومين القيد يعني عدة أسباب مش هينة بتكون إنه خيو ما خص هو مكتوم القيد بعد السنة بدك تقدم دعوة ما في لأنه خير بدي أجي أنا أعطيه. هلا المشكلة موجودة من أمتين وجدت مش هذا الهدف اللي نحن اليوم عم نلاحظ بلبنان صار في تغطية أو صار في اهتمام بمواضيع ما كانوا يهتموا فيها الناس قبل، يمكن هالظاهرة وجدت من زمان، يمكن اليوم صار في حسوا أنه صار عم يتضايقوا أكثر لأنه كبروا وصاروا عندهم كثر عددهم من الناس، يعني كان بالأول واحد مكتوم القيد تجوز صار عنده أولاد صار عنده مشاكل أكثر. المشكلة مش إنه إذا كانت موجودة أو لا، المشكلة اليوم إنه صار في تسليط للضوء على هالموضوع، عم نوعي العالم عليها، العالم حسوا مشاكل، مطلوب إنه كل هالناس تشتغل مع بعضها حتى توجد الحل. أنتوا في مخاتير عم يشتغلوا معكم عم بيساعدوا؟ في عندنا ربطات مخاتير موجودة مظبوط، وأكثر ربطات موجودين معنا بكل من كل أنحاء لبنان، وكثير فادونا بمعلوماتهم لأنه مثلنا مثلكم، إنه أنا ما كنت يعني ما كنت بتصور إنه في هالقد مكتومي قايد من أهل لبنانية بلبنان، إنه مين بتصور إنه وقت بلبنان وقت المشكلة؟ هلا بالتوعية اللي عم نقوم فيها وقت عم نقول لهم كمان إنه يلي ما بيعرف وقت بيخلق له ولد ما بيعرف شو بده يعني يتوجه عند المختار، المختار بالنسبة للبي اللبناني بفصل له شو بده يعني وساعتها بصير الأمور كتير سهلة. المشكلة كمان عم نشتغل كمان مع المستشفيات إنه وقت عم بيعطوا عم بيخلق ولد عندهم مش بس يعطوهم شهادة الولادة يقولوا لهم تفضلوا هيدا بدكم تاخذوها تروحوا عند المختار. عم نجرب كمان يكون في بركي مركز بوزارة الداخلية بمديرية الأحوال الشخصية يكون في تنسيق مع وزارة الصحة، لأن الولادات اللي بتصير مثلا بالمستشفيات
بتتبلغ او بتعرف بيصير في لوائح بترسل لوزاره الصحه، يكون في مركز بوزاره الداخليه لها الولادات، حتى بيوم من الايام هالشخص اللي بده يقدم دعوه يكون عنده وراء معلقها، يكون في القابلات. هلا دخلنا كمان عم نشتغل مع القابلات القانونيات، انه كمان في ناس بيولدوا بعدين عند القابله القانونيه، هلا كمان في عند قابله غير قانونيه، مش مشكل، كمان نقدر نوصل لكل هالاشخاص عبر مراكز الرعايه الاجتماعيه الموجوده لمختلف الجمعيات موجودة لمختلف الوزارات، نقدر نضبط هالوضع حتى يعني هدفنا نحن المعالجة مثل ما كنت عم بتقول أنت. بالنسبة للأشخاص المكتومين القيد اليوم هي وقف عليه هو قديش بيختار يروح القضاء ويقدم هالدعوة، بس لازم يقدمها. لازم نعمل شيء. بالنسبة للي عم يخلقوا اليوم هالتوعية اللي عم نقوم فيها، نتأمل أنه تودي لنتيجة أنه من اليوم والرايح ما يخلق ولد من أهل لبنانية من بي لبناني ويبقى مكتوم القيد. يعني نحن بنتامل ان تكون من هلا لاخر السنه والا باول اسبوعين بالسنه الجديده اكيد، لانه كله جاهز. الله يقويك ويعطيك على استضافتي بهالبرنامج وعلى التركيز مجددا ومره بعد مره. هذا الموضوع حرام حرام نهمله، مش بس لانه هني ما بيعيشوا كمان بصوره طبيعيه مثل كل الناس، بس كمان تنحمي هالاشخاص من انه يكونوا ضحايا حقوقهم، خاصه اتجاه الاشخاص اللي عم نشتغل عليه هلا من بعد ما صار عندنا قانون، وهذا لازم تدور عليه كمان. حلقة ثانية قانون جريمة الإدارة معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص. طول عمرك. شكرا لك أستاذي أليس زخرية سوخي، أهلا وسهلا فيك إليزابيث. أهلا وسهلا فيك وحي أستاذي أليس كريم سوخي أليس طبعا. وصلنا أصدقائي إلى ختام برنامجنا لليوم، بتمنى من خلال كل الأصدقاء يلي تابعونا بموضوع يعني مكتوبي القيد، يعني هذا هو المتوفر من خلال المعطيات يلي زودتنا فيهم أستاذي إليزابيث، بتمنى نكون قدرنا ردينا على تساؤلاتكم وخففنا شيء منها هواجسكم. نحن حاضرين لحتى ترجعوا تتواصلوا معنا إذا كان الموضوع بيعنيكم، تنكون إيدكم اليمين إن شاء الله، والله راد بالمتابعة. بشكركم بشكر متابعتكم، نشوفكم بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء.